فين؟ صباح الفل على عم حمداد اللي منور معانا. تسمع فين؟ يا حلاوة يا طعمة الساقة بقى اهو يا بنت ألف مبروك يا ست عطيات، مبروك يا عم نوفل. الله يخليك. مبروك يا حبيبي، والله العظيم لو عندي بنت تانية كنت جوزتها لك. ربنا يخليك يا رب. الله 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 الله، ايه الشياكة دي يا معلم بركة؟ صدقني يا عم نوفل أنا ما رضيتش أزود قوي يعني عشان ما أخطفش الجو من العريس. أهلا أهلا بأصحاب الفرح، ألف مبروك يا عم نوفل. الله يبارك فيك. والله يا معلمة الواحد ما عارف يودي جمايلك دي فين. جمايل إيه بس؟ دعاء دي مش عايزة أقول لك معزتها عندي قد إيه، كأنها أختي بالظبط. ربنا يخليك يا معلمة. أول دعاء في بتلبس بقى عروس؟ طب ينفع أطمن عليك يا معلمة؟ دي هتفرح قوي، تعالي اتفضلي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. أنا عقبال ليلتك كده يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب يا عم نوفل. الله. ومن فين فين؟ راح يجيب بس البدلة بتاعته زي ما أنتوا جاي على طول. تعالى اتفضل يا عم نوفل. تعالى. ربنا يخليك يا حبيبي. خد بالك منه يا حربي. اللهم صلي على النبي، انا لازم ارصك في ركبتك علشان احصلك في جمعتك. يا بنت يا سهره، انت لسه بنت بتصدقي الكلام ده؟ وده كلام تخريف. يلا يلا عايزينها تجهز بقى قبل ما العريس يجي. نجهز فيها ايه يا است دنيا؟ دي ما شاء الله زي القمر، حتى شوفي. بصراحه عندك حق، زي القمر يا بنت يا دعاء. بسم الله ما شاء الله. يا صلاه النبي احسن، يا صلاه النبي احسن. مبروك يا دودو يا حبيبه قلبي. عقبالك يا دنيا، تلاقي عريس كده يسعدك ويهنيك ليا ان شاء الله. هو انتوا لسه ما خلصتوش يا بنات؟ حالا يا معلمه اهو. طب زين زمان على وصول شاهل امال، ينفع يعني عريس يجي ما لقيش العروسه جاهزه؟ زين 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 انت لسه بقى لما تركب الطقم. في ايه؟ في ايه يا حربي؟ هو هنا يا بابا يا معلم. خليك هنا، ما تجيش ورايا. مزة مزة مزة. في ايه يا زين؟ يا واطي يا رخيصة يا زبالة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اتجننت؟ ابعد انت يا وش المصاري. بتستغفريني يا بنت نوفل؟ كنت فاكرة ايه؟ افضل طول عمري مش فاهم حاجه. افضل طول عمري مغفل يا بنت نوفل. انت اروح على هنا. اوعى يا حربي، سيبني اسمع سنة. ايه ده زين؟ بطل كده بقول لك. اوعى يا حربي. يا زين يا زين استهدى بالله، صلي على النبي يا اخويا. انت مش عارفه الوسخه دي عملت ايه؟ ما هو الموضوع مش زي ما انت فاهم. هو انت كمان كنت عارفه كل حاجه؟ يعني انا الوحيد الحمار اللي فيكم مش عارف حاجه؟ اهدى يا زين وافهم الحكايه مظبوط. ايوه انا خلاص فهمت كل حاجه وعرفت التمثيليه الوسخه اللي كلكم بتلعبوها عليا عشان اشيل الليله. اسمعني يا زين بقول لك اخرس خالص اخرس، وبتشوفوا لكم مخفف غير يشيل الليله. اوعى يا زين اوعى من وش. زين استنى يا زين. ماله زين؟ استنى يا حبيبي. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. تعال ورايا، تعال. عشان خاطر الشغل. ايه؟ دعاء كويسة؟ في ايه يا معلمة؟ ماله زين؟ ملوش، ملوش. مفيش حاجة، كل حاجة بخير. عم نوفل معلش ممكن تنزل الناس بس تقول لهم إن الخطوبة اتأجلت؟ اتأجلت؟ ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ بعدين هبقى أحكي لك، مفيش حاجة حصلت. بس انزل قول كده للناس لو سمحت. يلا 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 ايه اللي انت عملته ده يا زين؟ اللي انا عملته
اللي انت عملته ده يا حربي؟ بتستكردني يا حربي؟ عايز تقرطصني؟ هي دي الصحبية؟ هي دي الأخوة؟ هو ده العيش والملح يا ابن الأصول؟ يبقى كل الناس عارفة إن دعاء بتسلم نفسها للي يسوى واللي ما يسواش. إيه ده أنا؟ أنت مش فاهم حاجة يا زين. أنا مش عايز أفهم حاجة. دعاء دي وسخة ماشية على حال شعرها بنت الشعر. اخلص خالص. دعاء دي أشرف من شرف. أنت لسه برضه عايز تلبسني العمة؟ هي دي الحقيقة يا زين. دعاء اللي حصل لها ده كان غصب عنها، ما كانش بمزاجها. وأنا إذا كنت داريت عليها فده عشان بحبك يا جدع. دعاء دي كانت ضحية. فاهم يعني إيه ضحية ولا لأ؟ حرام عليك تسلمها. دي قدامك حاولت إن هي تقتل نفسها وتنتحر. حاولت تبعدك عنها عشان بتحبك. مش عايزة تجرحك ولا تخدعك. لكن أنت يا زين. أنت اللي صممت إن أنت تتجوزها. أنت يا زين مش هي. كفاية! ظهر العز نساك إن إحنا رجالة يا خرنج. من النهاردة أنت مش صاحبي. مش عايز أشوف وشك هنا تاني. اطلع برا. اطلع برا. ماشي يا زين، هطلع بره، مش هتشوف وشي تاني. بس عايز اقول لك على حاجه واحده، انت كده ظلمت دعاء وظلمتني وظلمت نفسك، واللي عملته ده كان غلط كبير، غلط كبير قوي يا صاحبي. ايه زين؟ هتسيب حرب يمشي؟ اللي انت بتعمله ده يا زين؟ ما دي اخرتها. نمسك في خناق بعض ونتفرق. كل واحد فينا يروح لحاله؟ ليه؟ ليه اللي بيحصل ده؟ ده احنا اقرب الناس لبعض. اسكت يا بركه. ما دي اخرتها، مش هسكت. اسكت يا بركه. لا مش هسكت يا زين. ابوس ايدك. ابوس رجلك. مش احنا اللي نعمل في بعض كده، مش احنا. ده احنا اقرب الناس لبعض. ده احنا مالناش غير بعض يا بني ادم. لو افترقنا هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ كفايه يا بركه. كفايه. اطلع بره. اطلع بره. مش عايز اشوف حد في هنا تاني. مش عايز اشوف حد هنا تاني. الو، ايوه، ثانية واحدة، ده استاذ صلاح. ها صلاح. ايه يا باشا، كله تمام دلوقتي؟ مهاب ورجالته يقدروا يتحركوا. اقلبوا الشقة حتة حتة، ما تسيبوش خرم إبرة لحد ما تلاقوا الورق. يلا. وهاب اتأخر أوي. زمانه جاي في السكة. أيوة يا مهاب، لقيتوا الورق؟ فتشنا الشقة حتة حتة، ما لقيناش حاجة. والبنت اللي اسمها دنيا؟ مش موجودة يا باشا.
تاخد الرجاله وتطلع طوالي على بيت المعلمه بتاعت الخرده اللي اسمها انشراح دي، تقلبوا البيت، تجيبوا عليه وطيه، ما تسيبوش خرم ابره. الورق ده لازم الاقيه باي شكل وباي طريقه، مفهوم يا مهاب؟ اوكي ورايا. رشا. ايوه يا باشا. اطلبي لي صلاح، شوفي لي هو فين دلوقتي، وتروحي بنفسك تجيبهولي فورا. ايه دي يا دعاء؟ ما تعمليش في نفسك كده، ارمي توكلك على الله، تبات نار تصبح رماد. قلت لكم سيبونا انا اللي اقول له، قلت لكم سيبونا انا اللي اقول له، يمكن ساعتها كان يقدر ويفهم. معلش يا دعاء، ملحوقه والله العظيم ملحوقه، كل عقده وليها حلال. ما تسيبهاش النهارده، باتي معايا، خليك جنبها. هسيبها ازاي يعني؟ طبعا هفضل جنبها اكيد. ايه ده؟ ليه كنت رجع تاني؟ زين؟ وايه اللي هجيبه تاني؟ معرفش. انا هنزل اشوف في ايه. خليك هنا بقى ساكنة. يا مصيبتي يا خرابي، الحقيني يا معلمة. خلاص يا بت، اكتمي خالص. فين انشراح؟ خليك انشيل، تنزليش. انطق يا بت، فين انشراح؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ انت بقى انشراح مش كده؟ ايوه انا انشراح. انت ازاي تخش البيت كده من غير ما تستاذن؟ ما حدش قال لك ان البيوت ليها حرمه؟ ولا ما حدش قال لك مين صاحبه البيت؟ لم نفسك يا وليا وقولي لي الورق فين. وليا؟ ورق ايه اللي بتتكلم عليه؟ مش عارفه ورق ايه؟ اللي ادولك حربي عشان تخبيه. خبيتي الورق فين؟ وضح بتتكلم عن ايه عشان اجاوبك. انت عارفه انا بتكلم على ايه من غير لف ودوران. اشتري عمرك وقولي لي فين الورق. انا لو عارفه هقول وما بخافش. يلا بقى لم الرحله السوداء اللي حواليك دي واتكل على الله، بدل ما اصوت والم عليك المنطقه كلها واخلي فضيحتك بجلاجل. براحتك يا انشراح. اطلعوا شوفوا مين فوق، يلا. قومي. في ايه؟ ايه ضرب النار ده؟ قومي، ما عنديش وقت دلوقتي. قومي قومي. يلا مش وقت. يلا انا مش فاهمه حاجه. مش لازم تفهمي، يلا يا حبيبتي، يلا. انتي يا دنيا. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه يا ولاد ساعتك طلبتني يا باشا؟ الرجاله ما لقيوش الورقه عند البنت اللي اسمها دنيا. يبقى اكيد عند انشراح يا باشا. هم موجودين هناك فعلا. المفروض انهم يكلموني كمان شويه عشان يبلغوني الاخبار. الو؟ ايوه؟ مهاب على التليفون يا باشا. ما لقيناش حاجة يا باشا. يعني إيه ما لقيتوش حاجة؟ الورق ملوش أي أثر. دورته كويس؟ قلبت المكان فوقيه تحتيه، ما سبتش خرم إبرة ما دورتش فيه زي سعادتك ما طلبت. برضه الورق مش موجود. مش موجود ده إيه؟ هيكون راح فين يعني؟ هو حد من الاتنين يا باشا اللي يعرف مكانه، حربي أو زين. ممكن أكلم مهاب بعدين سعادتك؟ يا مهاب، أنا صلاح بحر. مين اللي عندك؟
انشراح وبنت اسمها دعاء. حلو قوي. البنت اللي اسمها دعاء دي تجيبوها بكيكم، وانتوا جايين تعدوا على العشه بتاعت حرب وزين تفتشوها كويس، واي حد تلاقوه هناك تجيبوه بالذوق بالعافيه تجيبوه. استاذ صلاح بحر، انا اسف ما باخدش اوامري غير من الباشا وبس. عايز اسمعها من ساعتك يا باشا. البنت دعاء دي خطيبة الواد زين؟ بالظبط يا سعادتك. مهاب، نفذ اللي قالك عليه الأستاذ صلاح. طب وبالنسبة للانشراح؟ أمرك يا باشا. انشراح آخر فرصة بديها لك، هتنطقي ولا تحصليها؟ يبقى أنت اللي جبتيه لنفسك. انتوا خدوا البنت دي على المزرعه، وانتوا ورايا. في ايه مهاب؟ اقلبوا العش عليها واطيها. تعالى هنا يا عم انت يا وكلم الغير بواب. قول لحربي انه هيوحشني، قول له اني كنت احبه، كنت عايزة اعيش عمري كله جنبه. Yeah.
ايه يا بركه في الزيطه اللي انت عاملها على الميزه دي؟ هات تليفونك. انت مصحيني من النوم عشان تقول لي هات تليفونك يا بركه؟ هاته. اجيب ايه؟ هاته. ايه ده بركه؟ هاته. ايه ده بركه؟ مين اللي قفل يا بركه؟ حربي. حربي. وانت بتكلم حربي ليه دلوقتي؟ مصيبه. مصيبه يا كيم. مصيبه ايه يا بركه؟ احنا في وزير رمضان ما تخلص. في ايه؟ المعلمه بشراح. المعلمه بشراح اتقتلت هي ودنيا. وزينة اتخطف. زينة اتخطف. تمام يا باشا. ها. عملت ايه يا مهاب؟ ما لقيتش غير زين هناك. طب وحربي؟ مش موجود. والورق؟ ملوش اي اثر. الورق فين يا زين؟ اتكلم يا جدع انت. انت قول الورق فين؟ اتكلم يا زين. اتكلم. اصل خلاص اللعبه خلصت والباشا هو اللي كسب. اتكلم احسن لك. لعبه؟ ده انت طلعت وسخ وساخه يا اخي. ده انت اوسخ من الوساخه نفسها. انت هتتكلم اهد انت ولا ايه؟ ولا ايه يا باشا؟ يا كبير هتعمل ايه؟ هتقتلني؟ هقتلك بالسرعه دي؟ ليه؟ فاكرني عبيط؟ انا فعلا هقتلك بس بعدين مش دلوقتي. انما دلوقتي انا هجيب حبيبه القلب قدامك، خطيبتك دعاء دودي، هقتلها قدام عينيك بالراحه شويه 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 شويه. لو فضلت راكب دماغك وما قلتليش الورق فين ساعتها انت عارفني بتخنق بسرعه، هقتلك واخلص قدامك لبكره الصبح. يا تقول لي الورق فين يا اما خدوه من قدامي ارموه في المخزن مع البنت بتاعته. يلا خدوه. متهيألي يا باشا زين ما يعرفش فين مكان الورق. فكرك كده؟ الوحيد اللي اكيد يعرف هو حربي. حربي هنجيبه من انهي مصيبه دلوقتي؟ ده مفيش حد عارف له طريق جره. لا بسيطه يا باشا، بدل ما احنا اللي ندور عليه نخليه يجي لحد عندنا وبرجلي. قصدك ايه يا صلاح؟ قصدي نستغل نقطه ضعف. اماني؟ بالظبط يا باشا. ودي هجيبها منين دي دلوقتي؟ موضوع اماني دوت بقى سيبهولي انا يا باشا. انا هعرف اجيبها ازاي والحد هنا. اربطوه في العمود اللي هناك. زين خلاص. ما اسمعش صوتك تاني. لو مديت ايدك عليها تاني انا. ايه؟ ايه يا زين؟ ايه اللي بدك تعمله غير انك تتفرج عليها وهي بتموت قدامك؟ تشبع موت. هاي خايف عليا يا بنت نوفل؟ وانا ليا من غيرك اخاف عليك؟ انت كل اللي
الوحيد اللي في الدنيا دي يا زين. يشوف كده يقول انك بتحبيني بجد. بحبك ولا عمري حبيت غيرك ولا حد دخل قلبي غيرك. انت اللي جابك هنا؟ ناس تركم دخلوا علينا في بيت المعلمة قتلوها يا زين، قتلوها وقتلوا سهرة وقتلوا دنيا كمان يا زين، قتلوا دنيا. انا مش عارفه بس دي عايزين مننا ايه؟ احنا هنا ليه يا زين؟ احنا هنا ليه؟ فهمني، ابوس رجلك فهمني. حربي. الو. ايوه اماني، انت صاحيه؟ ايوه يا نشوى، خير؟ اماني احنا لازم نتقابل ضروري. في ايه يا نشوى؟ في حاجه حصلت؟ حاجات يا اماني، حاجات. حاجات ايه يا نشوى؟ حاجات خاصه بحربي. حربي؟ حاجات مهمه وكان لازم تعرفيها من زمان. اتكلمي يا نشوى، حربي ماله؟ الكلام ده مش هينفع على التليفون، احنا لازم نتقابل حالا. انا هفوت عليكي كمان ربع ساعه بعربيه الجنان، بس اوعي تتاخري عليا. حاضر، هكون جاهزه حالا. اماني ما تجيبيش سيره لحد عن المكالمه دي او انك هتقابليني، فاهمه يا اماني؟ حاضر يا نشوى، حاضر. طب يلا انا في السكه، باي باي. برافو عليكي يا نشوى. بس انا مش فاهمه يعني صراحه ليه حضرتك ما طلبتيش اماني وقلت لها ان العربيه هتروح وتاخدها. نشوى احنا اتفقنا ايه؟ مفيش اسئله ولا استفسارات، والمكالمه دي اصلا ما حصلتش، مفهوم؟ مين اللي خرج ده؟ دي امان يا عم. ما قالتش رايحه فين؟ لا ما قالتش. واكرم صحي ولا لسه نايم؟ صحي من الفجر ونزل. ايه؟ نزل؟ اصل رؤوف اتصل بيه وبلغه ان في جريمه قتل فراح يحقق فيها. استاذه اماني اتفضلي معايا لو سمحتي. ام نشوى فين؟ اركبي. ايه ده؟ اطلع. فين؟ تاخديني على فين؟ خلاص خلص وهكلمك، اطلع. الدنيا كلها اتقفلت في وشي، مش عارف اروح فين ولا اعمل ايه. زي ما يكون ربنا بينتقم مننا من اللي عملناه فيك وفي غيرك يا عم عنتر. روق روق يا حربي، اشرب الشاي وفوت على الله. بس بقول لك ايه، انسى حكايه عنتر الشندويلي دي، انا هنا اسم الحد شندويلي. رجعت لاصلك؟ كان لازم ارجع لاصلي، انا الدنيا خدتني البعيد، بعيد قوي، قاعد تلفلف فيه تلفلف فيه، وفي الاخر رجعت لاصلي. شوف يا حلو، انت دخلت لعبة كبيرة، كبيرة قوي، خطرة، ناس مش كديهم انتوا. مش غلط ان البني ادم يغلط ويرجع لغلطه، انت فاهم علي؟ الو. ايوه بركة. ايه؟ انت بتقول ايه؟ وامتى حصل الكلام ده؟ طيب يا بركه، طيب اقفل، انا جاي لك حالا. خير يا حربي؟ في ايه؟ معقوله
شراح ودنيا اتقتلوا وزين اتقطف. انا لازم انزل مصر حالا. استنى يا حربي، انا جاي معاك. هتنزل تعمل ايه؟ انا لما كنت في زنجه انت وقفت جنبي، دلوقتي حقك علي اقف جنبك. وإيه المكان ده؟ إحنا في مزرعة الباشا الكبير. باشا؟ باشا مين؟ نعيم باشا السيوفي. مين؟ نعيم باشا السيوفي. لا أكيد في حاجة غلط، وأنت تعرفه أصلا منين؟ وإيه اللي دخلك أنت وضعاء في الموضوع ده؟ ده موضوع طويل يا أنسة أماني، أبقى أحكولك بعدين. أرجوك يا زين، أنا عاوز أعرف كل حاجة، أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط، ونعيم بيماله بالموضوع ده. محدش شافكوا؟ اطمن يا باشا، محدش لمحنا. أفارم عليك يا مهاب، أفارم. رشا. أيوة يا باشا. متهيألي آن الأوان دلوقتي إن إحنا نتصل بالأستاذ حربي. اللي حصل لكم ليه؟ وراح ترتيب من الباشا، رد عليه شوف عايز منك ايه. ايوه باشا. دقيقة واحدة. حربي معاك يا باشا. ازيك يا حربي؟ وحشني يا جدع. ايه؟ بقالك مدة لا بتتصل ولا بتسأل، قلت اسأل أنا. دايما سباق بالخير يا باشا والله. عموما أنا تحت النظر. لا، اليومين دول أنا عايزك فوق النظر. أنا عايز أشوفك ضروري جدا النهارده. تشوفني بتاع إيه يا باشا؟ ما إحنا خلاص بقى ما بقاش في بينا أي معاملات. والورق؟ ورق إيه يا باشا؟ الورق بتاعي اللي عندك، اللي سرقته من عند عدلي. أنا مش فاهم سعادتك بتتكلم عليه بالظبط. بص يا واد أنت، أنا خلاص ما عادش عندي صبر وخلق ضيق، ومش عايز لا لف ولا دوران. أنا هجيبها لك صريحة وعلى بلاطة. أصحابك وحبايبك زين ودعاء وحبيبتي القلب أماني ضيوف عندي، وأنا عارف إن دول ضيوف يهموك أوي أوي. لو الورق ده ما جانيش قبل آخر النهار، أنت عارف أنا هعمل فيهم إيه؟ الشجر محتاج سماد، وكلامي واضح زي الشمس في عز الظهر. أقسم بالله لو أماني أو زين أو دعاء حصل لهم أي حاجة أنا هقلب الدنيا ومش هرحمك. أنت بتهددني يا واد؟ ده معاش. أنا ممكن أنسفك أنت وأصحابك وكل معارفك في ثانية واحدة. حربي، الورق يجيني النهاردة، وإلا اشرب قهوة سادة بقى على روح حبايبك وأصحابك. ايه قال لك ايه؟ بيهدد. عايز اقول لك على حاجه، الباشا لما يهدد يبقى هينفذ. يا راجل مصيبه. وعايز منك ايه؟ حكايه طويله يا عم انطر. هتقول لي عليها المسافه لسه طويله من هنا لحد مصر او نتسلى. قول قول، ممكن اقدر اساعدك. قول. معقول؟ معقول نعيم بيه يعمل كل ده؟ طيب ليه؟ انت عارف المثل اللي بيقول لك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله؟ اهو نعيم السيوفي يبقى كده بالظبط. طيب وانا مالي؟ يخطفني ليه؟ لانه عارف ان حبيبي بيحبك ويعمل اي حاجه عشان يبعدك عن الخطر. حربي بيحبني؟ طيب هو فين دلوقتي؟ اكيد في خاين هو اللي بلغ الباشا بحكايه الورق، موضوع البضاعة. لكن مين تفتكر مين ده يعني؟ تفتكر زين؟ لا لا لا، زين ما يعملهاش. لا هو صحيح عصبي ومتهور وكل حاجة، لكن لا لا ما يعملش كده. تمام، لو كان هو زين ما كانش الباشا يهددك بيه. تمام، طب تفتكر مين اللي عمل كده؟ أنت الوحيد اللي تقدر تجاوب على السؤال ده.
مين اللي يعرف عنك كل حاجة؟ مين من مصلحته يفرق بينك وبين زين؟ مين؟ أربي، واضح إنه تلعب بيكم لعبة كبيرة. قول لي، إنت ناوي تعمل إيه؟ شو دماغك إن نرجع الورق تاني اللي عامل إيه؟ وعكس دعاء وزين وأمان؟ متفق لك يعني لما ترجع الورق للباشا هقول لك خلاص، عفى الله عما سلف. أربي، حرص، حرص جو الجو. إيه؟ برضك الباشا؟ لا، دي النمرة اللي كلمني منها الواد بركة. يا بركة، إيه اللي بيحصل عندك؟ الدنيا مقلوبة والبوليس بيحقق. مين اللي بيحقق عندك؟ الضابط ده اللي كان مستقصدك، أكرم. أكرم؟ قول يا بركة، الورق لسه معاك؟ أيوه، ما تقلقش، في الحفظ والصورة. اسمع، تروح تجيب الورق حالا وتجيب الواد كيمو وتستنونه في الخرابة اللي بقابل فيها دنيا، فاكرها؟ أيوه، فاكره. وأنت كنت شايل الورق مع بركة؟ لأن مفيش أحسن ولا أمن من بركة شيله معانا. ومفيش أي حد يتخيل إن ورق مهم زي ده مع بركة. يا أبوي على دماغك ده. بركة شايل الورق فين؟ حتة مفيش أي حد يعرفها ولا حتى أنا.